صباح الفل، كيف مشاهدي ومتابعي تنسقمية تونسين أمريك؟ نحن موجودين اليوم في مرشي نابل باش نبداو الجولة نتاعنا. كيف ما نعرفوا مدينة نابل مدينة معروفة بالهريسة نتاعها، كل هذه الأجواء السلع المتوفرة في مرشي نابل. صلى الله 15 فناري فناري على 2500 الفجل جميل. حاجه 700 دينار البسبس 3000 على 3000 من 2500 3000 خص على 2800 وطماطم على 18%. البطاطا مش متوفره برشا. لو حلوه دي كسر الدار المدرسه شنو على فين؟ الرمان بال 15% و 2000 زاد. هذه انا نغيو شنو على هنا على 3500. صباح النور. نعرف بعض البعليف اسكالوب على 16 دينار، خب دجاج خف داند على 13980، والدجاج كيف ما نعرفوا على 8500. ماشي دينار اخرى 17 على 7000.